مكونات صلصة البيتزا: بندورة مبروشة، حبة فليفلة خضراء مقطعة ناعمة، 3 أسنان ثوم مقطعين شرايح، بصل صغيرة، معلقة أوريجانو، وحبتين من مرق الدجاج معجي. هاي بطلع النار، هلأ بحط الثوم. بدي احط فوقهم كمان الفليفل المقطع. وهلا بضيف البندورة. بقلبهم وبحط معهم رشة فلفل. ضفت مكعبين الماجي وحطيت معلقة الأوريجانو، ولقيت البندورة شوي لونها فاتح فضفت لها معلقة ربع البندورة. راح أقلبهم مع بعض وأتركها على نار خفيفة مدة ساعة قبل ما نشتغل فيها بالعجين. وهي الصلصة صارت جاهزة.